السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في سلسلة اللافقريات العملي. هذه السلسلة من المحاضرات هي موجهة إلى طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد. المختبر لهذا اليوم شرح للمختبر السابع، وهو عن الديدان الحلاقية، شعبة الديدان الحلاقية فايلم أنيليدا، وسيكون معكم في هذه المحاضرة محدثكم الدكتور حارس سعيد الورد. الحلاقية سميت بالديدان الحلاقية أنيليدا، وذلك لأن جسمها يتكون من حلقات أو حلقة صغيرة باللغة اللاتينية تسمى بالأنيلس. الديدان الحلاقية هي حيوانات تعيش في البحار، في المارين ووتر، في الفريش ووتر، وفي البر تريستيريال، ولها دور يرقي يعرف بالتروكوفور أو باليرقات الدولابية. جسم هذه الحيوانات يكون فيرميفورم، يعني دودية الشكل وطويل، ويكون مقسما سيجمنتد إلى حلقات. طبعا هذه الحلقات تكون متشابهة تقريبا، وكل حلقة منفصلة عن الحلقة التي تجاورها بواسطة حاجز عرضي سبتة. وقد تندمج الحلقات فيها أو تتحور أو تتخصص للقيام بوظيفة معينة، كما هو الحال في الكليتلم في دودة الأرض. تمتاز الديدان الحلقية بوجود جوف جسمي حقيقي سوليميت. تمتاز الديدان الحلقية أيضا بأن كل حلقة جسمية عادة ما تكون مزودة بزوج من الأعضاء الإبرازية المعروفة تسمى بالنفريدية، وتوجد في أغلب الديدان الحلقية هذه النفريدية. النفريدية بشكل عام تقوم بطرح السوائل خارج الجسم، وتكون بأنواع مختلفة، منها بروتونفريدية، منها ميتانفريدية، كما أن هنالك ما يسمى بالأنابيب الجوفية سولموداكتس، والتي تقوم بنقل الخلايا التناسلية إلى الخارج. هذه الحيوانات تمتلك ما يسمى بالسيتا أو الكيتا، وهذه هي عبارة عن تراكيب صلبة تشبه الشعيرات الكبيرة بريستل لايك ستراكتشر، والتي تبرز من الجسم ولها وظيفة تساعدها في عملية الحركة. هذه المجموعة هي ثلاثية الطبقات الجرثومية تريبلوبلاستيك أنيمال، ويكون جدار الجسم عادة يتكون من طبقة رقيقة من الكيوتيكل والبشرة إبيديرمس، وهناك طبقة العضلات الدائرية التي تحيط بالجسم، عدة حزم من العضلات الطولية، وعدد من الألياف العضلية المائلة. أوكي، هنا جهاز الدوران في هذه الحيوانات يكون من النوع المغلق، ويحتوي على pumping vessel، على أوعية دموية نابضة تساعد في عملية تدفق ودفع الدم. الأنيليدا لها جهاز هضمي كامل complete digestive system، وهذا يعني أنها الجهاز الهضمي لها يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة المخرج، والreproduction يكون يمكن أن يتضمن عملية copulation، وهي عملية يكون فيها إخصاب متبادل على الرغم من كون معظمها تكون خنثية. تصنف الديدان الحلقية، تصنيف الديدان الحلقية يتم اعتمادا على مجموعة من الصفات، وهي وجود أو عدم وجود الكليتلم السرج، وجود أو عدم وجود البارابوديا الأقدام الجانبية أو السيتا
الأهلاب أو الأنيولي الحلقات، وهنالك أيضا صفات أخرى يتم الاعتماد عليها في تصنيف هذه المجموعة الحيوانية، وهي تقسم إلى الأصناف الآتية: الصنف الأول هو صنف البوليكيتا كثيرة الأهلاب، الصنف الثاني هو الأوليغوكيتا قليلة الأهلاب، والصنف الثالث هو الهيرودينيا العلقيات، والقسم الأخير أو الصنف الأخير هو الديدان الحلقية القديمة أرك أنالدا. أول هو صنف البوليكيتا، وهو صنف عديدة الأهلاب، ومن أبرز ميزاته أن التعقيل يكون داخليا وخارجيا inside and out. اثنين، البارابوديا موجودة وهي تحتوي على عدد من الأهلاب، على عدد من السيتة، هذه اللواحق اللي هي تسمى بالأقدام، أشباه الأقدام والأقدام الجانبية، تكون مزودة بعدد من الأهلاب البسيطة أو المركبة أو كليهما. تحتوي هذه الحيوانات على رأس واضح distant head، والذي يحتوي على مجموعة من التراكيب، هي العيون eyes والبالبس اللوامس والتنتكلز المجسات. لا تحتوي هذه المجموعة الحيوانية على السرج no clitellum. وتمتاز هذه الحيوانات بأنها الأجناس فيها منفصلة، ويتم طبعا الإخصاب بوجه عام خارج الجسم، أما البيوض المخصبة فتفقس عن يرقة دولابية روكوفور. معظمها تكون بحرية مارين. إذن هذه هي الصفات الرئيسية لمجموعة البوليكيتا. رتبة عديدة الأهلاب أو كثيرة الأهلاب البوليكيتا يمكن أن تقسم إلى ثلاثة رتب، 3 orders. الرتبة الأولى تسمى بالإريشيا، الجوالات أو الجوالة. الرتبة الثانية هي السيدنتارية، الجالسات. والرتبة الأخيرة هي المايزوستوميريا، ممصية الأفواه. رتبة الجوالات أو الجوالة، رتبة الجوالات هي رتبة، وهي الرتبة الأولى طبعاً، تسبح أنواعها بصورة حرة أو تكون جوالة، لذلك سميت بالجوالات free swimming، ولها بلعوم يمكن مده إلى خارج الجسم، تحتوي على فارنكس، وهذا الفارنكس البلعوم يكون مزودا في كثير من الأحيان بفكوك جاوز أو نتوءات كيتينية. الأقدام الجانبية تكون البارابوديا تكون مزودة عادة بإبر ساندة أسيكيولة، تكون مزودة بتراكيب إبرية ساندة أو إبر ساندة تسمى بالأسيكيولة. هذه المجموعة في هذا الرتبة، رتبة الجوالات، سنأخذ مثالين. المثال الأول هو الأفرودايت، والمثال الثاني هو البرينيرس. المثال الأول هو الأفرودايت، والمثال الثاني هو البرينيرس. الأول هو حيوان الأفرودايت أو السي ماوس، يسمى بفأر البحر. هذا الحيوان يمتاز بأنه يصل طوله تقريبا من 7.5 إلى 12.5 سنتيم. حيوان الأفرودايت يتكون جسمه من 30 إلى 35 سيجمنت، ويكون الجسم قصيرا وعريضا، body is short and broad، ويكون بيضاوي الشكل ومضغوط من الجهة الظهرية البطنية dorso ventral flattened، ويحتوي على مجموعة من thick long seta أو كيتا في هذا الحيوان. وهذا الحيوان هو من الحيوانات المميزة من ناحية الشكل، وكما أسلفنا اسمه هو السي ماوس. المثال الثاني لمجموعة ال إيرينشيا أو الجوالة هو البرينيرس. البرينيرس هو من الحيوانات التي تكثر وجودها في سواحل الخليج العربي، ويمكن العثور على أفراده في الرمال
أو تحت الصخور بين حدي المد والجزر. كما تلاحظون يتألف جسم النيرس من عدد من الحلقات أو العقل كما واضح أمامكم في الصورة. طبعا هذا الترتيب الحلقي لا يكون على المظهر الخارجي فقط، بل يمتد حتى الأعضاء الداخلية أيضا، ويتكون الرأس من حلقتين غير مندمجتين، هما البروستوميوم والكائنة أمام الفم، والبريستوميوم التي تحتوي على فتحة الفم. نستطيع أن نلاحظ في هذه الصورة التي أمامكم أن الحيوان يحتوي على رأس الحيوان يحتوي على حلقتين، الحلقة الأولى تسمى بالبروستوميوم والحلقة الثانية تسمى بالبريستوميوم. طبعا أيضا يمكن أن نلاحظ البارابوديا على الجانبين، ويمكن أن نلاحظ أيضا هنا زوج من الفكوك جاوز تسمى بالجاوز. سنأتي الآن على تفاصيل الحلقتين البروستوميوم والبريستوميوم. البروستوميوم يتكون من أو يحتوي على زوجين من العيون، والتي هنا مؤشرة جميع الأجزاء باللون الأصفر، يعني السهم الأول هو البروستوميوم والذي يحتوي على زوجين من العيون eyes، عددها يعني أربعة عيون زوجين من العيون، أي أربعة عيون، ونستطيع هنا أن نلاحظها بشكل نقاط سوداء. هذه منه؟ هذه الأيز اللي هي زوجين من العيون. أيضا يمكن ملاحظة زوج من اللوامس بروستوميال بالب والتي يستخدمها الحيوان للتذوق، وهنالك أيضا زوج من المجسات تسمى بالبروستوميال تنتكلز. إذن منطقة البروستوميوم تحتوي على زوجين من الأيز، زوجين من العيون، وزوج من اللوامس بالب، وزوج من التنتكلز. وهنا نلاحظ الهيد اندورسال فيو، يعني هنالك منظر من منطقة ظهرية للرأس. الصورة الثانية هو الهيد ان فرونتال فيو، يعني هنالك مشهد او منظر امامي من الجهة الامامية للرأس، وتظهر فيه الاجزاء نفسها. ايضا يمكن مشاهدة زوجين من العيون، ويمكن مشاهدة البروستوميوم والتنتكلز والبالبس والاجزاء التي تكلمنا عنها. هذا فيما يخص البروستوميوم. أما البريستوميوم فهي تحتوي على أربعة أزواج من الذؤابات المجسية. البريستوميوم تحتوي على أربعة أزواج من البريستوميوم سيراي من الذؤابات المجسية. أوكي؟ أربعة من الجانب اليمين وأربعة من الجانب اليسار. أربعة من الجانب، هنالك أربعة أزواج، أربعة من أحد الجانبين والأربعة الأخرى على الجانب الآخر، واضح؟ بالإضافة إلى أن منطقة البريستوميوم يمكن ملاحظة أن فتحة الفم تقع فيها، وجميع الأجزاء هنا مؤشرة باللون الأخضر. البريستوميوم والبريستوميوم سيراي وفتحة الفم. منظر في هذا الشكل الذي أمامكم نستطيع أن نشاهد هذا، طبعا الهيد انفنتال فيو في الجزء البطني، يعني الجانب البطني من الهيد. في الجانب البطني من الهيد نستطيع أن نشاهد زوج من اللوامس وزوج من المنجستات، يعني نلاحظ أن نشاهد البروستوميوم بالب والبروستوميوم تلتكلز، ولا نتمكن من مشاهدة الأزواج الزوجين من العيون، لا يمكن مشاهدتها. زوجي العيون هنا في هذا المشهد في هذا المنظر لا يمكن مشاهدتها، لأنها تقع على الجانب الآخر، تقع على الدورسال
يعني السيرفس على الجزء الظهري من الحيوان الذي شاهدناه في الشريحة السابقة. إذن هنا لا نتمكن من مشاهدة العيون زوجي العيون في هذا المنظر في الفينترال فيو، وذلك لأنها تقع على السطح الظهري، تقع على الدورسال فيو من الحيوان. واضح؟ كما يمكن مشاهدة أيضا الأربعة أزواج من الذؤابات المجسية اللي هي بريستوميوم سراي. البريستوميوم سراي يمكن مشاهدتها أيضا من هذا الفيو، من الفينترال فيو، لأنها يعني تمتد طويلا هذه الأزواج الأربعة، ويمكن مشاهدتها بشكل واضح حتى من هذا الفينترال فيو. الجزء الآخر من حيوان البرينيرس اللي هو البارابوديوم أو الأقدام الجانبية، البارابودية أو أشباه الأقدام، وهي عبارة عن زوج من اللواحق، وهي عبارة عن زوج من اللواحق الجانبية غير المفصلية، توجد على كل حلقة من حلقات الجسم تقريبا عدا الحلقة الأولى والأخيرة، حيث لا تحتوي الحلقتين الأولى والأخيرة على البارابودية. طبعا هذه الأقدام الجانبية الغير مفصلية والتي توجد على كل حلقة من حلقات الجسم تقريبا عدا الحلقة الأولى والأخيرة في حيوان البرينيرس تكون مزودة بأهلاب. وهذه أيضا تستخدم، هذه البارابوديا تستخدم في المشي وفي السباحة وفي التنفس. إذن لها ثلاثة وظائف، هي locomotion locomotory function اللي هي crawling and swimming، وأيضا تستخدم في عملية respiration. هدف البارابوديا في حيوان البرينيرس من الأجزاء الآتية: أولا جزء علوي ظهري يسمى بالنوتوبوديو، قطعة لحمية مسطحة ذات فصين تسمى بالنوتوبوديوم، والتي تحتوي على خصلة من الكيتا، من السيتا، أهلاب كايتينية. أوكي، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني يسمى بالنيوروبوديوم، وهو جزء سفلي بطني، وهي قطعة لحمية مسطحة ذات فصين تسمى بالنيوروبوديوم، وأيضا تحتوي على أهلاب كايتينية سيتا أو كيتا. أيضا تحتوي على دورسال سراي، ذؤابة ظهرية، وتحتوي أيضا الجزء البطني على ذؤابة بطنية فينترال سراي، وتحتوي أيضا على زوج من التراكيب الإبرية تسمى بالأسيكيولا التي تسند القدم من الداخل. هذه زوج من التراكيب، هذا اللون كأنها إبر سوداء، هذه هي الأسيكيولا التي تقوم بإسناد القدم من الداخل، كما أنها تحتوي على جيلز بليت أو على جيل بليت، وظيفتها التنفس، تحتوي على جيل بليت للتنفس. إذن هنالك مرة ثانية، البارابوديوم في هذا الحيوان يتألف من جزء علوي ظاهري يسمى بالنوتوبوديوم، وجزء سفلي بطني يسمى بالنيوروبوديوم، وذؤابة ظهرية دورسال سيرس، وذؤابة بطنية فنترال سيرس، وزوج من التراكيب الإبرية التي تسمى بالأسيكولا، بالإضافة إلى الصفيحة الغلصمية التي تستخدم في التنفس. كثير من البرينيرس الهايند إند أوف ذا بادي، الجزء الأخير، نلاحظ أن الحلقة الأخيرة هنا لا تحتوي على البارابوديا. أوكي، تفتح في الحلقة الأخيرة فتحة المخرج، وتحتوي على اثنين من الأنال سراي، من الذؤابات المخرجية. واضح؟ هنا نلاحظ أن البارابوديا أو أن الحلقة الأخيرة الأنال سيجمنت اللي هي الحلقة المخرجية تكون خالية من البارابوديا، تكون خالية من البارابوديا، وطبعا القطعة الأولى أيضا من جسم البرينيرس يكون غير حاو على البارابوديا. إذا القطعة الأولى والقطعة الأخيرة كما تشاهدون هي خالية من البارابوديا. المقطع المستعرض من حيوان البرينيرس Cross Section in Perineris، يمكن أن نشاهد الكثير من الأجزاء.
الجزء الأول هو المؤشر بالحرف A، هو الدورسال لونجيتيودينال ماسل، طبقة العضلات الطولية. والمؤشر بحرف B هي طبقة العضلات الدائرية سيركولر ماسل. المؤشر بالحرف C وعلى الجانبين المتناظرين يمكن أن نشاهد الأقدام الجانبية البارابوديوم. والمؤشر بالحرف D هو الفنترال لونجيتيودينال ماسل، أيضا العضلات الطولية البطنية. والفنترال نيرف كود المؤشر بالحرف E الحبل العصبي البطني الموقع. والفنترال بلود فيسل اللي هو أيضا الوعاء الدموي البطني المؤشر بالحرف D الذي يقع في الجانب البطني. المؤشر بالحرف G هو الجوف الجسمي، وهو الفراغ الكائن بين القناة الهضمية وعضلات أو جدار الجسم بما فيه العضلات. الدورسال بلود فيسل المؤشر بالحرف I اللي هو الوعاء الدموي الظهري الذي يقابل الوعاء الدموي البطني. أما الحرف G فهو الانتستاين الأمعاء. رتبة الجالسات سيدنتارية، وتعيش أفراد هذه الرتبة داخل أنابيب مختلفة الأشكال والتراكيب live inside different shaped tubes، ويكون فيها الرأس صغيرا والأقدام الجانبية بسيطة وخالية من الإبر الساندة without acicula simple parapodia without acicula. إذا عقدنا مقارنة بين الجالسات والسيدنتارية والجوالات أو الجوال الإيرينشي، طبعا هنا الجالسات تكون تعيش كما أسلفنا داخل different shape tube، بينما الجوالات كانت free swimming animal. الرأس في هذه الحيوانات في السيدنتارية يكون صغيرا، بينما الرأس يكون واضحا في الجوالات في رتبة الإيريشيا. والبارابوديا في حيوانات السيدنتارية في الجالسات تمتاز بأنها بسيطة simple parapodia ولا تحتوي على acicula، بينما في الجوالات تكون البارابوديا يعني جيدة النمو وليست بسيطة، يعني normal parapodia وتحتوي على acicula، تحتوي على هذه التراكيب الإبرية الساندة. هذه هي ديدان الأرينيكولا، أو تسمى بالاسم العام لوج وورم أو لوب وورم، الديدان الفصية، وهي من الديدان التي تعود إلى مجموعة السيدنتارية الجالسات. هذه الديدان تمتاز بأن جسمها يكون متطاول واسطواني وورم لايك، يشبه الدودة، دودي الشكل، يصل طوله 20 إلى 25 سنتيمتر. هذا الحيوان يكون جسمه مقسم إلى ثلاثة مناطق three regions. المنطقة الأولى تسمى بالأنتيرير ريجن، وهي التي تحتوي على البريستوميوم والبروستوميوم، والتي تحتوي أيضا على الفارينكس. المنطقة الثانية المنطقة الوسطية تسمى بالميدل ريجن، والتي تمتاز بأنها تحتوي على البارابوديا والجلز المتفرعة. أما المنطقة النهائية البوستير ريجن فهي تمتاز بأنها تكون أقل يعني أنحف من المنطقة السابقة، وتمتاز بأنها تحتوي على يعني حلقات مختلفة، وهذه الحلقات تمتاز بأنها خالية من البارابوديا، خالية من السيتا والكيتا، وخالية من الجلز. إذن هي منطقة لا تحتوي على الجلز أو السيتا أو البارابوديا. الأرينيكولا أو اللوج وورم أو اللوب وورم والتي يكون جسمها مقسم إلى ثلاثة مناطق. المنطقة الأولى تكون حاوية على بروستوميوم وبريستوميوم، المنطقة الوسطى تكون حاوية على الجلز وعلى البارابوديا، أما المنطقة النهائية فتكون
يعني مكونة من حلقات يفتح بها فتحة المخرج والتي ليس لها بارابوديا أو سيتا أو جلز. صور الأرينيكولا والتي يبدو فيها الجلز المتفرعة البارابوديا والجلز المتفرعة، وهي هذه طبعا توجد في المنطقة الميدل ريجن، توجد في منطقة الميدل ريجن للحيوان. الثاني هو صنف قليلة الأهلاب أوليغوكيتا، ومن صفات هذا الأفراد التابعة لهذا الصنف هو أن السيجمنتيشن يكون إنسايد أند أوت، يعني للداخل من الداخل ومن الخارج. القطع الجسمية تمتاز بأنها متعددة ومتنوعة، القطع الجسمية تمتاز بأنها متنوعة variable، ولا تحتوي على بارابوديا، يعني البارابوديا تكون غير موجودة، أما الأهلاب فتكون قليلة few سيتا، ومن هنا جاءت تسمية أوليغو وتعني قليلة، قليلة الأهلاب، والأهلاب تكون في هذه المجموعة من الحيوانات قليلة نسبيا ومغروزة في جدار الجسم. الرأس لا يكون متطورا بشكل جيد ويكون خالي من يكون الرأس هنا خالي من المجسات أو اللوامس without tentacles. الكليتيلم السرج يكون موجودا، وهذه الديدان تكون خنثية هيرموفرودايت، ويحصل الإخصاب بين دودتين cross fertilization، والبيوض المخصبة توضع في شرنقة تسمى بالكوكون ويكون النمو مباشرا أي دون المرور بالطور اليرقي. قمنا بعقد مقارنة بين البوليكيتا والأوليغوكيتا، يعني ما هو الفرق بين البوليكيتا والأوليغوكيتا؟ البوليكيتا تكون القطع الجسمية فيها متشابهة، بينما القطع الجسمية تكون متنوعة في الأوليغوكيتا. تحتوي البوليكيتا على لواحق جانبية غير مفصلية في كل حلقة من حلقات الجسم، وتسمى بأشباه الأقدام اللي هي البارابوديا، وتكون مزودة بعدد كبير من الأهلاب. أما الأوليغوكيتا فلا تحتوي على أشباه، نو بارابوديا، وتكون الأهلاب قليلة فيوكيتا أو فيوسيتا، وتكون مغروزة في جدار الجسم. هنا الرأس في البوليكيتا يكون حاويا على مجسات ولوامس، بينما في الأوليغوكيتا يكون الرأس غير حاو على المجسات أو اللوامس without tentacle، بالإضافة إلى أنه poorly developed، متطور بشكل قليل، يعني غير متطور. البوليكيتا لا تحتوي على كليتيلم، بينما الأوليغوكيتا لها كليتيلم present. في البوليكيتا تكون الأجناس منفصلة والبيوض المخصبة تفقس عن يرقة دولابية سابحة بصورة حرة، أما الأوليغوكيتا فهي هيرموفرودايت، يعني أجناسها خنثية والبيوض توضع في شرنقة ويكون النمو مباشر دون المرور بالطور اليرقي. الأوليغوكيتا لها العديد من الرتب، ولكننا سندرس رتبة واحدة فقط، هي رتبة الأوبيستوفورا، ومثالها اللامبريكاس دودة الأرض. رتبة الأوبيستوفورا وهي رتبة خلفية الفتحات، وفيها توجد فتحة القنوات المنوية في هذه المجموعة من الحيوانات في بين الحلقة الحاوية على التستس والحلقة التي تفتح فيها القنوات المنوية. أوكي، هذا المثال لهذه الرتبة هو يسمى باللامبريكاس، اللي هو دودة الأرض. ودودة الأرض من الحيوانات المعروفة والتي يمكن يعني للشخص أن يشاهدها في يعني التربة، والتي تقوم بحرف رئنفاق، يعني حفر قريبة من سطح الأرض، ويكون جسم أفراد هذا النوع اسطواني الشكل،
ولا يوجد عليه ما يعيق الحركة في الحفر كالأقدام الجانبية وأعضاء الحس البارزة. وتوجد في كل حلقة من حلقات الجسم ما عدا الحلقة الأولى والأخيرة 4 أزواج من الأهلاب الكايتينية السيتة، أو ما يسمى في بعض الأحيان بالبريستلز أو السيتة. يقع زوجان منها على جانبي الجسم وزوجان من الناحية البطنية، ويتكون جسم الدودة البالغة تقريبا من 100 حلقة أو أكثر، ويحيط بها من الخارج طبقة رقيقة من الكيوتيكل. طبعا تقع البشرة تحت الكيوتيكل وتتلوها طبقة من العضلات الدائرية ثم عضلات الطولية في الغشاء البريتوني الذي يفصل العضلات الطولية عن تجويف الجسم الواسع. تقريبا يتراوح طول هذه الديدان بين 10 إلى 30 سنتيمتر. توجد خلف منطقة الأعضاء التناسلية قطعة منتفخة ناشئة عن تثخن الغشاء الطلائي لعدد من الحلقات الجسمية، تسمى هذه القطعة المنتفخة بالسرج أو الكليتيلم. يحتوي السرج، وهذا السرج المؤشر بالسهم الأصفر في الصورة التي أمامكم، يحتوي هذا السرج على خلايا غدية تقوم بإفراز مادة مخاطية تصنع منها الدودة كيسا مغلقا أو ما يسمى بالشرنقة كوكون، وتضع فيها بيوضها المخصبة بعد الانتهاء من عملية الجماع. توضع الشرنقة في التربة عادة وتفقس البيوض المخصبة عن ديدان صغيرة بدون المرور بأي دور يرقي. يعني هذه نقطة جدا مهمة، إنها لا تمر بأي دور أو طور يرقي. نأتي الآن إلى صنف العلقيات. صنف العلقيات وهو هذه الديدان تمتاز بأن لها عدد ثابت من الحلقات، يكون عدد الحلقات فيها ثابت يصل إلى 33 حلقة. أوكي، إذن يكون جسمها قصيرا نسبيا ويتألف من عدد ثابت من الحلقات أو العقل يصل إلى 33 حلقة أو عقلة. وتكون هذه العقل طبعا تقسيم ظاهريا لا يبدو، لا يمكن ملاحظته بشكل جيد بسبب تطور الحلقات السطحية التي تعطي مظهرا أكثر من الحلقات، أي أن هذه العقل تكون مقسومة من الخارج إلى عدد من الحلقات الثانوية، إلى عدد من الحلقات الثانوية اللي يسموها superficial annuli، والتي تعطي مظهرا كبيرا من الحلقات. هذه الديدان تمتاز أيضا بأن ليس لها الأقدام الجانبية وأشباه الأقدام no parapodia، وليس لها أهلاب كايتينية. يعني الأهلاب الكايتينية تمتاز بأنها معدومة ما عدا طبعا بعض الشواذ مثلا جنس الأكانثو بديلا يكون حاويا على ولكن بشكل عام no parapodia or ceta or keta، ليس لها أقدام جانبية وليس لها أهلاب كايتينية عدا بعض الشواذ. بعض العقل أو بعض القطع الجسمية أو بعض الحلقات الجسمية تكون متحورة إلى سكرز. يعني مثلا على سبيل المثال الانتيريور بوستوميوم زائد التو سيجمنت زائد تو فيرست تو سيجمنت والبوستيريور اللي هي اللاست سيجمنت تكون محولة الى سكرز، تكون محولة الى سكرز الى ممصات. طبعا هذه الديدان تمتاز بانها خنثية، هذه العلقيات تكون خنثية ويحصل ايضا اخصاب بين دودتين. تكون معظمها برية المعيشة أو فريش ووتر، أو بعضها تكون تعيش في المياه المالحة. العلقيات بشكل عام تمتاز بأنها إكتوباراسات، يعني طفيليات خارجية intermittent إكتوباراسات. والمقصود بالintermittent من مقصود بالintermittent إكتوباراسايت هو أن هذا الطفيلي يزور المضائف بصورة متقطعة لفترات متباعدة ويمتص الدم، وهو يعيش على خارج الحيوان. يعني لا يتطفل داخل جسم المضيف أو داخل جسم الحيوان العائل، وإنما يعيش على، يعني يتطفل على امتصاص الدم وهو خارج جسم العائل
الليتش، مصطلح الليتش هو الكومون نيم للعلقيات، العلق بشكل عام هو الكومون نيم، ليتش هي العلقيات. اوكي، الحلقيات يقسم الى عده رتب، واهم هذه الرتب اللي سناخذ عليها مثال لهذا اليوم هو رتبه العلقيات الفكيه. رتبه العلقيات الفكيه إجناثوبديليدا، ومثال هذه العلقيات الفكيه هو حيوان الهيرودو. طبعا سميت بالعلقيات الفكيه لان افراد هذه الرتبه تمتاز بوجود الفكوك، تمتاز بوجود الفكوك. مثالنا لهذا اليوم هو الهيرودو ميديسيناليس، وهو من انواع الشائعه، هو الذي يعيش في المياه العذبه، البرك والمستنقعات والجداول كطفيل خارج على الاسماك والضفادع. يعيش العلق على الدم يعني، ويمكن ان لوجبه واحده من الدم ان تكفيه لبضعه شهور، وقد يبقى حيا لمده طويله، وفي حال عدم توفر المضيف فانه يمكن ان يعني يقوم بالتهام الديدان الاصغر منه او المفصليات الصغيره. يتكون جسم هذا العلق الطبي من 26 حلقه وطوله 10 سنتيمتر، وهو مضغوط من الناحية الظهرية والبطنية، وله محجمان يقع أحدهما في مقدمة الدودة والآخر في مقدمة الدودة. يعني في هذه الصورة المجاورة يمكن أن تلاحظون أن له محجمان، أحدهما في بداية الجسم والآخر في نهايته. طبعا يحتوي الفم على 3 فكوك مزودة، هذه الفكوك بأسنان كايتينية، والبلعوم عضلي هنا يعمل على امتصاص الدم من جسم المضيف. طبعا يتصل البلعوم بمريء قصير ينفتح في حوصلة تسمى بالكروب، وهي هذه الحوصلة الكبيرة، يوجد على كل جانب من 11 فرع تستخدم لخزن الدم لحين الحاجة إليه وهضمه من قبل المعدة الصغيرة الواقعة في نهاية الحوصلة. أوكي، إذا تلاحظون هذه الفروع 11 اللي موجودة في الكروب. الأمعاء تمتد بين المعدة والفتحة المخرجية الواقعة في الجهة الظهرية أمام المحجم الخلفي مباشرة، وتنتج الغدد اللعابية. في العلق الطبي مادة الهيرودين التي تمنع تخثر الدم أثناء امتصاصه من جسم المضيف.